مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغاييف قال إن روسيا بتعتزم تصدير دبابات أرماتا، وإن أول دولة هتستورد الدبابة هي مصر. وكانت أكدت وسائل إعلام روسية في وقت سابق إن مصر والهند والصين هما أول ثلاث زبائن حقيقيين للدبابة الروسية أرماتا. دبابة أرماتا هي واحدة من دبابات الجيل الرابع. الجيل الرابع اللي مش موجود منه غير ثلاث دبابات في العالم: دبابة K2 بلاك بانثر الكورية الجنوبية، ودبابة تايب 10 اليابانية، ودبابة أرماتا في دولة روسيا. دبابة أرماتا ظهرت لأول مرة عام 2015 في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 70 للنصر. في عام 2019 نشرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية تقرير وصفت فيه الدبابة أرماتا بأنها أقوى دبابة في العالم، وقالت إن الدبابة بتتفوق على نظيراتها من الدبابات اللي بتستخدمها جيوش أوروبا وأمريكا في حلف الناتو، خصوصا في القوة النيرانية والقدرة على المناورة والتدريع الفولاذي الحديد ووسائل رصد الأهداف اللي بتوفر للدبابة قدر كبير جدا من الحماية. دبابة أرماتا بتتفوق في مداها اللي بيوصل ل 500 كيلومتر على دبابات حلف الناتو ودبابات أبرامز الأمريكية، وبتتميز بقدرة أكبر على المناورة من أي دبابة أخرى، وده لأن وزنها خفيف حوالي 48 طن وسرعتها بتوصل ل 90 كيلومتر. وحسب شركة سينا الإعلامية الصينية، فالوزن الخفيف للدبابة بيرجع للدروع الجديدة المصنوعة من الفولاذ والمضاد للرصاص اللي ابتكره علماء روس من معهد ستوكهولم لبحوث الفولاذ. هيكل الدبابة أرماتا هيكل شبحي مصمم بزوايا حادة، وده تصميم بيقلل احتمالات كشف الدبابة بواسطة رادارات العدو، ده بالإضافة لطلاء الدبابة بطلاء مخصص من مادة مرنة لامتصاص موجات الرادارات المعادية، زي بالظبط الطلاء اللي بيبقى موجود على الطائرات الشبحية عشان يجعلها متخفية من شبكات الرادار. دبابات أرماتا مسلحة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم، ويمكن تجهيزها بمدفع من عيار 152 ملم، بالإضافة لمدفع رشاش عيار 12.7 ملم ومدفع آخر عيار 30 ملم وقذف قنابل. كمان الدبابة مجهزة بأكثر من 40 نوع من الذخائر بما في ذلك صواريخ موجهة بالليزر. والميزة الفريدة في الدبابة هي عملية تلقيمها بالقذائف اللي بتتم بشكل آلي تماما، وده بيعطيها قدرة أكبر وأسرع على اصطياد الأهداف وقدرة على إطلاق عدد كبير من القذائف بيوصل ل 12 قذيفة في الدقيقة. وبتتميز الدبابة بميزة جبارة وثورية من حيث التسليح، وهي تسليحها بقذائف فرط صوتية تفوق سرعة الصوت، يعني قذائف هايبرسونيك. وحسب تقرير نشر لخبراء عسكريين روس على موقع فايبرو الروسي، فالأمر مش متعلق بضرب الهدف بشكل أسرع باستخدام القذائف الفرط صوتية بقدر ما هو متعلق بإلحاق أقصى ضرر بالعدو وتدميره بشكل كامل، وده لأن الطاقة الهائلة المتولدة أثناء إطلاق القذائف غير إنها هتضمن للطلقة الواحدة من الذخائر الفرط صوتية إنها تدمر الهدف، فهيكون تأثير الضربة كبير جدا لدرجة إنه ممكن يلحق أضرار جسيمة بأهداف محيطة بالهدف الأساسي وعلى بعد عشرات الأمتار. يعني أي حماية ضد النوعية دي من القذائف الفرط صوتية هتكون تقريبا عديمة الفائدة، وده لأن سرعة المقذوف بتوصل لسرعة عالية جدا أكبر من سرعة الصوت وأكبر حتى من سرعات صواريخ الكروز التقليدية، وبالتالي فالمقذوف هيظل قادر على إصابة الهدف حتى لو حاول استخدام الدروع النشطة. طاقم دبابة أرماتا مكون من 3 أفراد بيقوموا بإدارتها من داخل كمرة قيادة، وكمرة القيادة عبارة عن كبسولة مدرعة داخل الدبابة لكنها منفصلة تماما عن بقية جسم الدبابة، وده هيضمن سلامة أكبر لطاقم الدبابة حتى وقت تعرض الدبابة للهجوم. كمان دبابة أرماتا بتتميز بامتلاكها برج غير مأهول ونظام تصويب بانورامي ونظام تدريع سميك بيحمي الدبابة من القذائف والصواريخ المعادية، وده بفضل سمكه الكبير اللي بيوصل ل 90 سنتيمتر. ده بالإضافة لتسلح الدبابة بنظام الحماية النشط الفريد من نوعه والمعروف باسم أفغانت، وده نظام حماية ديناميكية بيقوم بتفجير القذيفة المعادية قبل اصطدامها بجسم دبابة الأرماتا. يعني تقدر تقول ببساطة إن الدبابة عبارة عن قلعة محصنة محاطة بدرع قوي ضد أي تهديدات، وفي نفس الوقت ضربتها قاتلة لأهدافها. وحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فالدبابة أرماتا بتمتلك رادار إلكتروني بيمكنها من كشف الأهداف المعادية في جميع الاتجاهات وبزاوية 360 درجة. يعني الدبابة ملهاش نقطة عمياء زي باقي دبابات حلف الناتو، وده هيوفر للدبابة حماية 360 درجة من الصواريخ اللي ممكن تستهدفها من الأعلى.
وحسب التقرير أيضا فالدبابة مزودة برادار متطور بيمكنها من رصد 40 هدف أرضي و25 هدف جوي في وقت متزامن.